انا المنتمي الحزب انت منو؟ انا المنتمي الحزب انت منو؟ انا الوقف ضد القمع انت منو؟ انا الرفض كل الدول انت منو؟ انا الرفض كل الدول انت منو؟ انا العراق تدور روحك العراقي يا احمد انت منو؟ انا الرفض كل الدول انت منو؟ انا الفحل وابن الفحل انت منو؟ انا الوقف ضد القمع 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 انت منو؟ انا اللي ما منتمي بالحزب انت منو؟ انا اللي ما منتمي صوت عالي صوت عالي انت منو؟ انا اللي ما منتمي بالحزب انت منو؟ انا اللي ما منتمي بالحزب انت منو؟ انا اللي بالاكتوبر نزل انت منو؟ انا اللي كتب عنا القلم انت منو؟ انا اللي كتب عنا القلم انت منو؟ انا العراق ما رجع انت منو؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي، حلقة برنامج صوتكم اللي ينبث كل يوم عبر شاشة قناة الرافدين. بداية نحب نوجه السادة المشاهدين أو نوجه عنايتكم إلى أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايل سات 10727 أفقي، أكرر ترددنا 10727 أفقي. فنتمنى من جميع السادة المشاهدين أن يدخلون هاي الإعدادات في أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين يوم 24/24. سادة المشاهدين نرحب بكم مرة ثانية برنامج صوتكم، أي شخص يحب يشارك بالبرنامج يقدر يتصل بنا على الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة، عندكم الأرقام الثلاثة اللي ظاهرة ذني تقدرون تتصلون بها من داخل العراق أو من خارج العراق على حد سواء. أما الرقم اللي تشوفوه أسفل الشاشة الآن هذا الرقم مخصص لبرنامج الواتساب، غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل بأي رسالة صوتية، فلا تزعلون علينا ولا تعتبون علينا، فقط رسائل مكتوبة وأتمنى تكون متبوعة باسمكم ومكانكم. أما الرقمين اللي تشوفوها أمامكم الآن فهي مخصصة إلى الداخل العراقي، أي شخص وأي مشاهد داخل العراق من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بينا بأي لحظة وبأي دقيقة من دقائق برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم. حلقة اليوم راح نحكي فيها عن موضوع أثار حفيظة الناس، وقبل شوية شفتوا التظاهرة اللي صارت في مدينة العظمية نتيجة هذا الاتفاق اللي صار بين الوقفين السني والشيعي حول عائدية وملكية أوقاف العراق، جوامع ومباني ومدارس وكليات. هذا الاتفاق اللي بهذا الوقت الحرج، يعني العراق على وشك الإفلاس، بالمقابل أكو اتفاقات بها فلوس بها مليارات وبها استثمارات، ومدى نفتهم شنو الموضوع، مدى نفتهم شنو قضية أنه تقسيم أوقاف العراق. المشكلة أنه إذا تباعون محضر الاتفاق واللي مكون من 22 صفحة، هذا محضر الاتفاق، إذا تابعون محضر الاتفاق اللي وقع الوقف السني ويا الوقف الشيعي، محضر الاتفاق بهواية مشاكل. المشاكل اللي موجودة بمحضر الاتفاق كثيرة، ومنها اعتماد العدد السكاني أو الإحصاء السكاني للمناطق في عائدية أوقاف العراق. زين احنا أكو مناطق صار بها تغيير ديموغرافي، أكو مناطق مشتركة، أكو مناطق أهلها نزحوا منها، أكو مناطق بها يعني بها ناس هاجروا عنها، أكو هجرة داخلية وأكو هجرة خارجية، أكو بلاوي هواية بهاي القضية. اليوم أهل الأعظمية طلعوا بتظاهرة ورددوا وراء صلاة الجمعة من داخل جامع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان هتافات نددت بالاتفاق ووصفوا أنه سرقة لمال المسلمين. البارحة العلامة الدكتور الشيخ العلامة الدكتور عبد الملك السعدي قال إنه اتفاق تقاسم الأوقاف بالعراق هو اتفاق مفرق ومفسد ومثير للطائفية. وهاجم الشيخ السعدي بقوة ما سمي مؤخرا باتفاق تقاسم الأوقاف، وحذر من طرح هذا الموضوع في ظل ما وصفه بالمنعطف الخطير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا اللي دا يمر به العراق حاليا.
وأكد السعدي أنه ما جاء في اتفاق تقاسم الأوقاف مو شرعي، يعني غير شرعي ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ومتناقض مع الوحدة الوطنية، وأنه العنصر الطائفي واضح في الاتفاق لكونه ديني فقهي وليس موضوع سياسي، وشدد على عدم أحقية أي شخص أو أي جهة في التجاوز على حقوق الواقفين وشروطهم أو التفريط فيما أوقفوه من مساجد وأملاك وعقارات وأموال أخرى، مؤكدا أن الواجب الشرعي يحتم إعادة ما تم سلبه من الوقف السني على مدى 17 عاما. احنا ماذا نحكي؟ لأنه هاي المبنى أو هذا المسجد تابع إلى هاي الجهة أو ذيك الجهة، احنا دا نحكي عن أوقاف العراق بشكل عام، مساجد ومدارس وكليات ومباني وعقارات وأملاك، كل هذنية تابعة إلى العراقيين وإلى المسلمين في العراق، هي ما تابعة لأحد ولا أحد يقدر يتحكم بها. لكن اليوم طلع لنا هذا الاتفاق الجديد نتيجة أنه رئيس الوزراء أمر بإنهاء هذا الملف. صباح من بغداد ويانا، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أخ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني بالنسبة لهذا القرار، قرار جائر طبعا، يعني شوف السياسيين الفاسدين والميليشيات اللي هي مهيمنة، المافيا نسميها، المافيا الحشد، يعني ما بقى بقدامها بس أملاك الوقف، يعني حقيقة يعني ما شبع من هاي المليارات والميزانيات اللي ما بنوا بها عراق، ولو ما بنوا بها بنية تحتية حقيقية تأهلنا للعيش بكرامة بالعراق. يعني ما بنوا مصنع، مستشفى، مدارس نموذجية، كل شيء ما سوهم سرقة من الأموال. وحاليا هسه يعني قرارين عندنا، القرار الأول كان يعني ان الهيئة الطاب ويمكن انها تبيع املاك الدولة مخولة ببيع اي ملك للدولة في سبيل الاموال ترجع للمالية وغيرها. يعني شوف الحكومة العراقية من 17 سنة رجعت على املاك الدولة، ويا هسه هذا القرار جار على املاك الوقف السني ويتريد يتقاسمون بيها. الوقف الشيعي يجي يقاسمنا على الاملاك اللي احنا حقيقة ما مستفادين كمواطنين من عدها، لكن يعني هذا تجاوز، يعني تجاوز على حقوق المواطن العراقي سواء كان شيعي أو سني. يعني هسه حاليا الحكومة صفرت هاي القروض المالية حتى يسددون رواتب، الآبار النفط اللي تقاسموها، هذا بير للعصائب، وهذا المقتدى الصدر، وهذا العمار الحكيم، وهذا الحزب الدعوة، وهذا الحزب الإسلامي، صدقني تجيهم نسبة من بيع النفط، أو هم يشرفون على بيع نفط لهم. هاي ما كفتهم كلهم، هاي اللي موجودين هسه الميليشيات قاموا يتفننون في يعني سرقة أموال الدولة. يعني الوقف السني وقف عليكم كل العراق كله فرهدتوه، بقى على أملاك الوقف السني اللي هي بعض من عدها، يعني تيجي مساعدات من العائدات اللي الإيجارات وغيرها، نعرف احنا تيجي عائدات واردات من محلات، من ساحات، من عماير، من شقق عندهم، كل الوقف السني والشيعي، المراقد واللي تجينا يعني عائدات من المراقد الموجودة سواء الشيعي أو السني، يعني هاي هم بيها مرات يساعدون فشي بسيط، جزء 1% يمكن يساعدون. يعني يريد يقاسمون على أملاك اللي موجودة هي للوقف السني. لا. يعني شون يصير هي زين؟ سياسيين السنة وينهم؟ سياسيين السنة اللي يحجون بالدين، الهميم وياد السلام والرائي اللي قبله كان، وهسه حاليا هذا دبش، ما ادري شو يسوي سعد دبش. يعني انتوا وين موقفكم؟ باكر عقبه شو تقولون رب العالمين؟ هاي الاملاك مو مال خلفوهم، ولا املاك خاصه هي لهم، ولا هم من جهه وزاره في سبيل يقول لك جاي نخطط نسوي مشاريع على هاي، راح يتقاسموها ويبيعوها ويعلنوها للبيع وياخذون في سبيل، بس يبقى هذا الوكيل على الوقف السني يثبتونه ويصير منصب رسمي يمكن يتنازلهم كل شيء، لان هذول عديمي شرف، ما تهمهم الأملاك الدولة أو أملاك الوقف السني أو أملاك المسلمين، يهمهم أن يقوم بالمناصب. يعني هذا الهمهم الأول والأخير، ولا أنت شنو تيجي تأخذ من عندي مدارس دينية أو محلات أو بنايات أو كل شيء؟ أكو الوقف السني عنده عائدات، يعني واردات وعائدات كل شيء عندهم، ولا ليش يتكالبون على الموقف الوقف السني؟ 100,000 شخص ترشح على هذا الوقف، يحيى الغازي وغيره وهذول العصابجية وقبلها الهميم والسرقات والواردات مالته بالمليارات الدنانير العراقية، ما يتكالبون على هذا الموقف؟ إذن بي واردات وبي عائدات وبي كل شيء تجي،
احنا الناشد المواطنين العراقيين كارثة. السنة نريد نحكي مثل ما فرضوا علينا الطائفية، هاي 17 سنة نحكي بطائفية، ناشد السنة ان يطلعون تظاهر ضد هذا القرار الجائر لا اكثر ولا اقل، لا مسلحة ولا غيره ولا شايلين اعلام ولا كل شيء، ما يعترفون بعلم. اي شخص شايل علم وشفناها بساحات التظاهر بالجنوب وساحة التحرير قبل يضرب القناص الميليشياوي الولائي يقتله بالمكان. احنا نظاهر ضد هذا القرار الجائر. شلون تريد تسرقون؟ سرقتوا عراق كامل، تجون على املاك المسلمين النوب، شو تريد تسوون بعد؟ وين توصلون العراق الى اي مرحلة؟ يعني يمكن احنا بعد سنة نصل لمرحلة ان يخطفون الشخص ويساومون على دفترين المواطن العراقي، سواء طفل سواء رجل بسيط امرأة، يخطفون في سبيل يريدون واردات ويريدون فلوس. هاي الميليشيات السائبة وغيرها والسياسيين وقادة الحشد تعودهم على فلوس وفرهود وبوكس، فباكر عقبة ما يبقى كل شيء عندنا. احنا حاليا للهاوية، يعني بلد مو مصنع، مستهلك، صرنا مستهلكين. العراق العظيم اللي انبنى بزمن الستينات والسبعينات والثمانينات وبالتسعين بالحصار الجائر، عندنا بنية تحتية وعندنا يعني قدرة صناعية لكل شيء، وزارة الصناعة وكل الوزارات كانت تشتغل، الزراعة وغيرها. حاليا صرنا بظل حزب الدعوة والحزب الإسلامي صرنا دولة مستهلكة فقط. زين بعد سنة ايش راح يصير اذا هسه الراتب ما وفرتوه واملاك الدولة ما تقدر تحافظون عليها؟ وين راح توصلون العراق؟ الى اين يعني؟ حزب الدعوة ما كفاكم هذا الدمار اللي دمرتونا اياه؟ نعم، شكرا شكرا جزيلا لك اخ صباح. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. محمد انقطع الاتصال ويا الاخ محمد، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايه. ابو زينب من النجف، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يعني على حد تعبير الاخ اللي قبلي، نعم، من بغداد، يعني هاي كلها هسه وما كفتهم، هاي كلها سرقات من 2003 الى الان، مناف ودمروا العراق وخلوها بلد مستهلك من الدرجه الاولى. نعم القصد انه هذا يعني انه لحقت العالم على القضايا العقائديه، وهاي قضايا راح تصير فتنه اكثر من الفتنه الطائفيه السابقه. هاي قضيه عقائديه ممكن الشعب كله ينبال، وهاي اللي تريدها امريكا وبريطانيا واسرائيل وتركيا وايران وغيرها. يعني بعد الى اي ممزق نوصل احنا؟ يعني شنو هذا للوقت الشيعي وهذا للوقت السني وهذا للوقت المسيحي وهذا كذا؟ وشنو بعدين على العدد السكاني؟ انت شعليك، انت شيعي روح للاضرحه الشيعيه، انت سني روح للاضرحه السنيه والجوامع السنيه. حريه المنهج، حريه الاعتقاد، انت ما مقيد. وعلى حد تعبير الاخ اللي قبلي، نعم، يعني هي لو ما فيها فعلا فد ملمس مادي ما كان لجأوا الى هذا الاسلوب. وانا اعتقد هي هاي الورقه الاخيره اللي يدرانون عليها. روح شوف قبل شويه طلع على قناه الشرقيه هذا مال الكارتلات النفطيه بين هذا الراشي الاسترالي والمرتشين وزراء النفط العراقي. نعم، المسؤول الاسترالي، نعم، او اقوال الان هذا تمونه دي زين على مود يطول الاستثمارات. انه باخر شيء لحقت العالم على الاوقاف، شو عليكم؟ خلوا يقول الدين لله والارض للجميع، وشكرا. شكرا جزيلا لك ابو زينب. محمد من بغداد رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. والله انا بدي على اوضاع شو مدى اسمعك زين، بس اذا تقدر تعلي لي صوتك. لا شو لا راتب لا هاي دمارها. انت تحكي على قضية الرواتب؟ رواتب محمد انت وين تشتغل؟ الحد هسه شهر ما حد يستلم العالم، هذا اللي عنده ايجار من يجيب يجي خاف ما تجي. اي والله. محمد انت وين تشتغل؟ أني ها؟ أني والله شايف النفط.
بالنفط. عقد له على الملاك. ها؟ ألو؟ عقد له على الملاك. لا عقد. ايش قد صار لك ما ماخذ راتب؟ صار شهر. تمام. بعد شنو عندك؟ إذا تريد نصيل التلفزيون حتى تسمعني من التليفون أحسن. أي أسمع الحين. أي عيني. وش يقولوا لكم من تسألون على الرواتب؟ يقولون والله بعد الإيرادات ما واصلة. شنية؟ يقولون ماكو فلوس، هاي وزارة المالية ما صافت لكم رواتب. تمام. تمام، شكرا 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 لك محمد. محمد يحكي على موضوع يعني مأرق الناس بالعراق اليوم، وهو مو اليوم صار، هو قديم، اللي يتأخر الرواتب وقضية ربط الحكومة العراقية رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاقتراض، وحكينا عليها كلش هواية، وقلنا انه يعني انه هاي القضية راح تودي العراق الى الإفلاس، لكن الى حد هاي اللحظة ما لقينا اي حل من قبل الحكومة او من قبل المستشارين الاقتصاديين. ام يوسف وياي، حياك الله. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة. هلا بيك. الله يسلمك. شلونك استاذ؟ هلا بيك اختي. الله يسلمك استاذ، انا من حبانية. والنعم منك ومن اهل حبانية واهل الانبار وياك. الله يخليك. الله يسلمك استاذ، بس يعني انا اريد احتياجك، يعني انا عندي زوجي مريض. نعم. اي سوينا له رفع كلى. نعم. ايه وكليته الثانيه تهم تمرضت، وعنده هسه المرض الكليته شالوها، طلع ضارب الرئة والكليه الثانيه. نعم. ايه وعنده هسه حالته الماديه تعبانه وقاعد ايجار. نعم. واني اتمنى كل خير، وقناتكم الشريفه الطاهره وكل خير، ضاع لها الرساله هاي مالته، ويناشد ويشوف حالته التعبانة، واحنا كنا يعني قاعدين هم ايجار وراح بيتنا، هي ايجار هو وراح بيتنا يعني، ورزينا هم قاعدين هسه ايجار. نعم. ولا عنده معين ولا عنده راتب ولا هاي، وتعبان يعني ماديا ومرضيا. ام يوسف بس سؤال، ابو يوسف شان يشتغل؟ كاسب يعني. اي وتمرض خطية هذا المرض، وتمرض ولا معين عنده ولا راتب ولا يعني عنده، هو هذا عندنا ثلاث جهال. زين دائرة الرعاية الاجتماعية عندكم بالانبارج قالت لك ما سوت لنا لا راتب رعاية ولا شو؟ يقولوا لك ليش ما سوينا معاملة؟ ما سوى، طلع لنا لا راتب ولا رفعنا معاملة. وانا اريد ان اناشدكم على قناتكم الشريفه الطاهره، وشوفوا له حال، ويعني وهاي الرساله مالته، وهذا طريح فراش مرض كله، وهاي عنده بعد اسبوعين فتح صدر للرئه مالته. الله يشفي لك ان شاء الله يا رب. الله يسلمك، ويعني هاي واتمنى كل شريف كل طاهر كل يعني، وهاي قناتكم الشريفه الطاهره، وهذا الرساله مالتي وصلت. انسان يعني لا إيه ماديا ومرضيا وصريح فراش. وصلت 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 ام يوسف. مشاهدينا الكرام، شكرا شكرا لك ام يوسف. يعني قضيه ابو يوسف وام يوسف هي مو مشكله شخص، ها مشكله دوله. يعني المفروض الحكومه العراقيه هي اللي تراعي هيك ناس كاسب، يعني ما عنده راتب تقاعدي او ما عنده معامله تقاعد، تمرض يعني هسه هو عاطل عن العمل، وعنده بيت وعنده اهل وعنده اطفال، فهنا دور الحكومه في اعانه هذه الطبقة من أو هاي الشريحة من الناس. دولة المفروض الحكومة هي اللي تساعدهم، وهي اللي تركض وراهم، وهي اللي توفر لهم العلاج وتوفر لهم الراحة النفسية، لأنه ما عنده معيل. فدار يعني دائرة الرعاية الاجتماعية هي المسؤول الأول والأخير عن أبو يوسف وعن حالتك يا أم يوسف، المفروض هم اللي حلون. بس وصلت رسالتك إن شاء الله، وسمعوك كل الناس، وربي ينولش ما تريدي. أبو عبد الله من بغداد، حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ رفل؟ حبيب قلبي هلا بيك. هذول الأصاب اللي جتنا من 2003 ولحد الآن ما خلوا شيء ما جربوه بالعراق. نعم.
لا خلوا طائفية، لا خلوا مال وقف شيعي سني، لا خلوا مال هذه، لا خلوا. أنت تعال على بغداد وعلى المحافظات وعلى المناطق تلقى الزبالة جلك الله، المجاري طابحة، المي مخبوط ويا الصحيح، الصحيح ويا الغلط، مستشفيات ماكو، لعبان نفيس، انطيهم سلب ونهيب، انطيهم تفرقة بين أحمر وأبيض، بين عراقي وعراقي، بين زيد وعامر، هاي السادية إلها. أما لا. خدمة للبلد وللعباد ماكو عندهم. الله وكيلك، تعال شوف بغداد هسه تلقى الزبالة أجلك الله، واسطة ما أدري وين يجيبونك. ابو الشفل بالشفل كنسي وداها اللي قاد ورددهن التراب اللي جاي الهواء وعلى الرنه. نعم. ويقول بالنسبه للامور هسه بالعراق، والله اقسم لك بالله فلا يشيل ثمنها، ومش كل الذمه امام الله اللي هو دول الخليج، حكام دول الخليج. حكام دول الخليج وبالاخص جابر مش كل الذمه امام كل قطره دم عراقي راح. مشكول الذمة، مشكول الذمة، وحسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ جابر الصباح. ابو عبد الله خلينا يعني بعيدين عن ادري ادري، خلينا أدري بعيدين أدري عنهم. احنا هسه بدنا نحكي بالداخل العراقي، يعني حتى لو حاججنا اي شخص راح يقول لك مرخصك، حتى لو حاججنا اي شخص راح يقول لك انتم عندكم حكومه وجت بانتخابات ومعترف بها دوليا وهم بده يشتغلون مو احنا. لو بده يشتغلون ذول الناس ما يعني هم نفسهم ما دايرينها، نفسهم ما قايدينها، نفسهم ما موجهين على الصحيح. يقول اكو مثل طبي يقول المعده بيت الداء، فمن صلح الصلاح الجسد كله. نعم. فاحنا ذا هي المعده حشاك انت وقلت لك الله وجل السامعين منتهي، بمعنى الجسد منتهي. نعم. وما نشكي امرنا الا لله الواحد القهار. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا 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 لك أبو عبد الله. حسين من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخويا مثل هذه الميليشيات وقادتها منذ وصولها لحكم العراق ولحد الآن ما خلوا كل شيء في العراق ما لعبوه ما تأخوه، وبالتالي زرع الطائفية والعنصرية بين أبناء الشعب الواحد. يا أخي هذا كله قد جاءت من يد هذه الأقزام الفاسدة المجرمة هاي. إي والله إي، وأولها الحشد الشعبي وعناصره المجرمين الحرب هذول. هذول هم سيطروا على أمتلكات وممتلكات الناس في الموصل وفي الأنبار وفي ديالة وفي ولحد الآن والله. لا هم هجروا الناس وسرقوا ممتلكاتهم بعد تهجيرهم على أيدي هذا الميليشيا التفكيرية المجرمة هذه، وما خلوا كل شيء في العراق إلا ما نهبوه كل شيء، يعني توقع من الشمال إلى الجنوب ما خلوا كل شيء في العراق إلا ما نهبوه هذه الأقزام الفاسدة المجرمة. نعم. شكرا شكرا لك أخ حسين. أبو حسن من بغداد حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. الله يحفظك يا أبي. أخي أفل، هي هاي ذولة الجوي هم جايين حرب على الإسلام، يعني بالمفتشر يعني شو يقول لك. نعم. هم جايين حرب على الإسلام، يعني ما يرجون الإسلام ينمو بالعراق. أما بحدود بالوقف السني، هم الوقف السني استووا العراق. يعني لو تشوف هسه أعطيك أمثلة، جامع الخلفاء بجورجيا صار له كم سنة سوين السكلات. نعم. زين ليش ما يشتغلون بهاي وحدة؟ تجي جامع الإسراء والمعراج بالنوع بالضبط على بغداد جديدة، هم متروك وصاير بزبالة، يعني لو حسينية صار رأس القربة الدنيا وصار الحكي للستار. هم جايين يخربون الإسلام والمسلمين، يعني المساجد هدموها، المصاحف دمروا، هم ذول حرب على الإسلام، المصلين قتلوهم، حراس الجوامع قتلوهم، يعني شنو هم ذولة؟ هاي كل هاي هم حرب على الإسلام. احنا نجيب الدول الخليج، ما الخليج هاي كل واحد شيء ملفه راح انتهى. هسه احنا حالنا حال نحكي عن العراق، يعني العراق هسه ممزق، وذول يومية أزمة يسوون، يعني يومية أزمة وكارثة. زين الموازنة صار كم سنة؟ معقول العراق ما بي فلوس؟ الخدمات ماكو، الماي يعني، والمصيبة لما يجون القوائم الكهرباء والماي
المفروض كل شهر يجون القائمة، يسووا في السنة يلا يجيبوها، بعد ما يسوون أزمة والناس وشغل ماكو، يعني هم جايين يدمرون العراق على بكرة أبيه. نعم. العراق لازم يصحى، يبقى لازم. نعم. يعني العراق إذا يستمر هيجي يعني بنحو الهاوية لا محالة. فهم ذول حرب على أمة محمد، لا تقول لي ولا أقول لك. نعم. وإن شاء الله يوم قريب لازم يتحد الشعب يا أخوي يا أفد يا طيب، لازم يتفق الشعب على رأي، ونقولهم الأمريكان هذول السفلة أبناء السفلة صارنا منعوف له بعد مئات لألوف السنين، أما تجاوبوا علينا بخديعة نوفر لكم الديمقراطية والأمان والازدهار والحياة الحرة الكريمة. يا حرة كريمة جابوا لنا حثالات الكون ليحكمون العراق، العراق العراقي هيجي يوهان، يعني مش العراقي، العراق هذا ابو الكرم هيجي مذلول حتى بالخارج، يعني ما يريد شيء، هم جو دول يحكمون العراق تدميره. نعم يا اخي دول كفره كفره، يعني مو لا من مله الاسلام، يعني حتى على الوقف قبل كانت وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه ما حد يتدخل بيهم، اي واحد لا شيعي ولا سني لا يقول هذا الي وهذا الي، هي الحكومه كانت تعطي الايرادات او اي شيء للوقفين. السيال يجي لابس العمامه ماتار ميشلين وقام يتحكم، ومن غير البوق وبنايات ومولات وبيوت بالخارج، اكو واحد قبل كان يسوي شيء غير يقصر راسه، بس هذول يا اخي جايين تدمير العراق لا محاله. نعم. اصحوا يا شعب اصحوا. نعم. شكرا لك ابو حسن. ابو علي من واسط حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام اخوي. مساء الخير حضرتك ومساء الخير للعراقيين. مساء الانوار. يعني مالت الوقف السني والوقف الشيء، اعتقد احنا يعني قلتها بحلقه سابقه مع احد الاخوان انه مو قصدهم هم توزيع الاوقاف، لا هم قصدهم الاستيلاء على اموال الدوله لا اكثر ولا اقل، هم راح ياخذونها وراح بعدين يعرضونها للبيع وهم نفسهم وجماعتهم يشترونها وينتهي الامر. لكن اللي نقول يعني ابو علي ابو علي يعني هي شلون تنباع وتنشر وهي وقف؟ اما الدوله الان املاك الدوله كلها باعوها هي غير وقف، هي وقف يقول شوف هم راح يحللونها لمن وقف، هي ايمن وقف للوقف السني او الشيعي. زين الوقف السني والشيعي هو اساسا يريد يبيعها حتى يستثمر اموالها، فهم المتر بدل لا ينباع ب 10,000 دولار ينباع 500 دولار لهم نفسهم هم، لا وبعد ما يدفعون فلوس ياخذون قرض من الدوله حتى ينطي الوقف وهو بعدين ما يسدد الدوله. هذا كل املاك الدوله يعني اللي ياخذوها هم الاحزاب كيف هذا الطريق ياخذوها، فهم لا هم وقف ولا هم غيرها. هو اوكي انا وياك. نعم. بس هو السؤال اللي ينطرح هسه اللي راح يطرحه كل الشعب واني اولهم، يعني انت تقول لي راح يحللوها وراح يشرعنوها، بس يعني هو اسمه وقف، الوقف ما ينباع، يعني تقدر السعودية تبيع مكة لو تبيع المسجد النبوي، لو فلسطين تقدر تبيع الأقصى لو قبة الصخرة مثلا، هو جامع ايش ينباع منه؟ انا اقول لك ايش ينباع، الجامع ما ينباع، ايش ينباع؟ هو اساسا الوقف الجامع اساسا من كانت وزارة الاوقاف. نعم. اكو املاك تابعة للجامع مبنية. نعم. عليها محلات مبنية عليها جراجات او انه تعرض للمساطحة مثل يعني موقف سيارات وغيرها، وهم يبيعوا هذول، هو الجامع ما ينباع، هو اساسا الجامع على من حولته للوقف الشيعي او الوقف السني جماعته استولوا عليه، صار هذا بعد لهم هسه براثه علما براثه، غير اخذ ايش اسمه هذا الصغير خلاه مكتبه وخلاه مذبحه وخلاه سجن له، فهو اللي يتحكم به. نفس الشيء هذا الامر راح يبيعون المحلات ويبيعون يعني الاراضي اللي تابعه لهذا الوقف للجامع او للمرقد يبيعونها، والمقد مثل ما هو. ما هم شفت سالفه احنا شله حراميه، يعني قبل شويه من ام يوسف خابرت. نعم. يعني يجيني واحد يعني ما احترامي اني اقولها بقناتكم، لكن احنا مجبورين احنا نتعامل مع عيش بشر، رساله مجتمع كان يجدي بسوريا لو بايران لو بدول اوروبا، وكان عميل يوقف على باب المساعدات حتى يعطونه تيكت يروح يشتري بيه اكل وشرب، وهسه يجيني يسوي بس عملية وانتم كرامة بواسير 150 مليون. والله يا سادة سولف لي واحد من أعضاء مجلس النواب قال له يا خالد العطية الشعب يتظاهر على بواسيرك
يقول دعوهم خلي يولون حسب سامع يهوسون هوسون يرجعون. فأنت تتوقع مثل هذا المريض هذا عراقي إذا أنا إذا يعني متقاعد أخدم لي 16 سنة لو 50 سنة أخدم بالوظيفة وآخر شيء تلطيني 400,000 ويجي واحد سنة واحدة بالبرلمان وبعدين يطلع لأنه هو حرامي ويستقدم استقالة حتى ياخذ 12 مليون دينار اللي هي بس ياخذها تقاعد، هذا من غير طفحة ومن غير ومن غير اللي هم أساسا شبعوا قوانين. احنا بلد ماشي الهاوية بدل لا تسيب لي يعني الخليج وتسيب لي الناس الباقيين، حاسب نفسي انا كشعب حاسب نفسي يا هل وصل هذول للمستوى اللي هم عايشين بيه؟ احنا وصلناهم، احنا نعترف بخطانا كشعب. السني انتخب سني والشيعي انتخب شيعي والكردي انتخب كردي، ماكو واحد انتخب وطني عراقي. انا كسني الان احكي وياك ما عنده مشكله اذا شيعي عادل يحكمني، نعم نعم شيعيه ما عنده مشكله بيه ما دام عنده مصلحه العراق اول شيء ما عنده مشكله بيه. لكن احنا اليوم كشعب لازم هسه نتحرك سواء الانتخابات مبكره نزيها او لا، ما اقعد بالبيت اروح انتخب اروح انتخب لي واحد حتى اني ابطل الورقه مالتي ولا اخليه ياخذ عند البارو مالتي البطاقه الذكيه ياخذها ينتخب بيها ابيعها ب 50,000 يشتريها بها تاي لو لا. اذا بعت اليوم صوتك وبعت بطاقتك تبيع العراق، للاسف هذا اللي وصلنا به. وانا اشكرك استاذ شكرا 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 الله ونعم الوكيل عليه شكرا شكرا لك ابو علي. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم يتواصل وياكم بس بفاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد مرة ثانية ببرنامج صوتكم. اليوم بدنا نحكي عن الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني حول تقسيم عائدية الأوقاف العراقية بين الوقفين والمشاكل اللي طلعت نتيجة هذا الاتفاق، وأهم قضية به هو اعتماد مبدأ التعداد السكاني وكيفية عائدية هذه الأوقاف إلى كل وقف من الوقفين. لكن السؤال اللي ينطرح، جوامع وحسينيات أو كليات أو أي عقار يتبع إلى وزارة الأوقاف العراقية الملغات، هو مو يتبع لكل العراقيين لو لا؟ يعني مثلا هسه إذا جينا على جامع وقالوا هذا تابع إلى الوقف الشيعي، يعني ممنوع أحد يدخل من غير الطائفة الشيعية عذرا، شون راح تقسموها هيك؟ راح تقولون جامع الفلان الفلاني تابع للوقف الشيعي ممنوع يدخل لأحد ثاني، هو تابع لكل العراقيين، فليش هالتقسيم هذا اللي دا يصير هسه؟ وشنو يعني تحديدا شنو الوقت، ليش الوقت هذا بالذات اللي اختاروا به انه يكملون هاي الاتفاقية بيناتهم؟ ام عبد الله من بغداد حياك الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة لكل عراقي شريف. حياك الله حياك الله. أول ما رحدي بالوقف الشيعي. نعم. الوقف الشيعي صار لنا 17 سنة شفنا وقف شيعي موجود أو مستفاد منه عراقي، لو كان الوقف الشيعي صاحب غيرة على أبناء الشيعة ووزعوا واردات الوقف الشيعي على الفقراء من الشيعة ما كان بقى ولا فقير ولا أحد طلع يعني مظاهرات. يعني احنا اليوميا الحكومة طلع لنا في الدرب جديد، هي من البداية اول ما بدت للسنة قضت على ممتلكات السنة في المحافظات استاذ،
وهسه تريد تجي تتحكم ب او تتلاعب وتتحكم باوقاف وأبنية ومساجد ومدارس وأراضي، هي ترى محسوبة لله سبحانه وتعالى ومشيدة أنه تكون هي وقف للمسلمين. يعني أستاذ هذا يعني شلون يصير السرقة؟ ما هم سرقوا كل أموال الشعب العراقي، سرقوها كله، والشعب العراقي بسنك وشيعتي ساكتين. يعني إذا إحنا طلعنا مظاهرات يعني ماكو أحد يسندهم، أي مظاهرات اللي تكون من أجل الشعب أو من أجل خدمات شعب أو من أجل أنه أنا أنتشت للفقير وأخليه يحس برغد العيش. يعني هاي وين صارة؟ أستاذ هم كل الأموال العراق من شماله إلى جنوبه، من رئيس الجمهورية إلى أقل موظف بالمحسوبين على سلطة الشيعة والسنة، هم يعني لصوص أستاذ. نعم. أخذوا كل أموال العراق، أموال العراق ترى تقسمت. يعني إحنا نشوف المصارف الأهلية أستاذ، المصارف الأهلية تنطي سلف للمواطنين، هاي منين الفلوس؟ من رئيس الجمهورية يمتلك مصارف عادل عبد المهدي وقسم من الشيعة وثلاثة من السنة، خميس الخنجر والنجيسي والعفو نسيت الثالث، زين هذول اللي محسوبين على السلطة. يعني هذول أخذوا أموال العراق كلهم يقدمون سلف للعراقيين، وكل واحد أستاذ المصرف رأس المال مالته 400 مليار، 500 مليار، 600 مليار. زين هاي منين جابوها أستاذ؟ هاي كلها من ثروات البلد. هو قسموا العراق ثرواته، قسموها بين هذه الزمرة الخائنة. فالشعب عليه هسه بسنته وشيعته انه لا يسكت. يعني والى متى هذا السكوت؟ والى اذا ما متى هذا؟ زين محمد رضا السيستاني والكربلائي مو كان هو رجل زوج اخته محمد رضا السيستاني، كانوا هم مسؤولين عن واردات النجف وكربلاء، وين راحت الفلوس؟ راحت الى الدول الاوروبيه حوالي 400 مليار مع الذهب اللي مال الامام علي رضوان اسمه والحسين عليه السلام. يعني وين ودوهم؟ ودوهم الى دول اوروبا. لهذا نشوف دول اوروبا هي مسد الحكومه العراقيه، لانه احنا هذا همي مسوى ولا صمي دعي. هذول هم هذول اداه او يعني طب والله ما نعرف شو نحكي. يعني هم هذول يعني نقصوا الدين الاسلامي وحتى رجال الدين الشيعه، يعني ما سوون شيء. كل اللي الكدس على العراقيين وتدمير العراقي من اجل ثرواته ومن اجل استخدام العراقي كمورد واستثمار لهذه الحكومه الجائره. وتحياتي لك. شكرا شكرا جزيلا لك ام عبد الله. ابو مقتدى من كربلاء حياك الله. الله يساعدك. هلا بيك اخوي. والله اسم عبد الله قال خلي الشعب يصحى، مع احتراماتي للشرفاء في العراق العظيم. نعم. احنا شعب جبان. يعني احنا لو مو شعب جبان كان ما رضينا بهاي الحفلات الجوي على ظهور الدبابات اللي جو من خارج العراق حتى يلعبون بينا براحتهم. هي الدولة لو تصدق خلت تبيع مال الوقف. بس بحيث من تبيعه كنت تنفقه على الشعب، مو ترى تنفقه على انفسهم على اولادهم اللي بالخارج اللي عايشين برفاهيه وعايشين بكل سعاده. واحنا هنا الشعب تعبان، الشعب انهكت الحروب، انهكت الجوع، انهكت التعب، انهكت الطائفيه. هذا سني ذاك شيعي، هذا كردي، هذا تركماني، ذاك مسيحي، ذاك يزيدي. يعني هم لو يفتكون هو بس من واردات الحج والعمرة، هاي لو قفلوا تقول بس من واردات يقدر يعيشون الشعب العراقي أحسن عيشة. بس هم صدق ماكو، ما عندهم صدق، هم كلهم كذابين. لو مكذابين مو هاي حال الرواتب صار فترة وبعدين يقترض لي ليش انت فقير حتى تقترض من وراح يزيد، قالوا يزيد الطين بلة. يعني انت من راح تقترض راح تنطي أبطل شيء نسبة اللي تقترض من عنده، هذا مو راح انه بيصير عليك ديون اكثر مما هي عليك. انت ليش قليل عندك المنافذ الحدوديه بالشمال بالبصره بالرمادي بغداد كذا، ليش بس المنافذ؟ ليش ما قدرت تعيشك المرور؟ ليش المرور روح المرور اذا كل معامله
على كل غرفه تروحها وعلى كل شباك 2015 ما عدا الضريبه مال الجمرك ما اعرف شين مع طرق الجسور وصل انت مخالف يعني مرور يعيشك وزايد عوف المرور الروح الجنسيه والجوازات تقدر تعيش البلد احسن عيشه. احنا حسب الله نفط ما عندنا احنا 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 نطون النفط الله عز وجل خلانا نفط بس سبحان الله عبارك خلانا في سبيل بس نتعلم ما مستفادين من نفط كل شيء. هذا رشوف الدول الخليج الكلاب السائبه نعت الله عليهم على امثالهم اللي احنا من وراء. لا خلينا ما نتجاوز على اي شعب من شعوب الوطن العربي اخوي ابو مقتدى. تبقى الشعوب العربيه واحده. أنا الشعب ما علي بي يعني الشعب لا على راسي. احنا مو رايح على السعودية رحنا على الإمارات رايح في الكويت كل الشعب على راسي. الشعب ما يرضى بالحكام احنا ما نرضى بالحكام ما نقصد على الحكام ولا الشعب ما عليه والله الشعب على راسي. الشعب بي الزين والمو زين أنا ما علي بالشعب بس علي بالحكام اللي عايشين يعني مهما يكون خلينا بعيدين عنهم و نتمنى للجميع الخير وخلي الجميع يتمنوا لنا الخير. وشكرا لك ابو مقتدى بس اعتذر منك راح يدركني الوقت وعندي اتصالات اخرى لازم اخذها وياي وعندي واتسابات لازم اقراها. شكرا لك ابو مقتدى. ابو احمد من الرمادي حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي العزيز احنا نشكركم على التاكيد على هذا الموضوع يمكن 3 حلقات على قناه الرافدين. نعم. على موضوع الوقف الاوقاف. نعم. أو الوقف السني والشيعي لهذا عمل شلون نقول أمور مضحكة للعراق وكل العالم يضحك علينا بهذا الأمر. المهم أخوي العزيز احنا موضوع هذا أنا كان عندي اتصال وياكم بحلقة سابقة قبل يومين قبل يوم. مهم موضوع الوقف السني أخويا موضوع أكبر أو نقول واحد من المواضيع اللي جاي يصير على السنة. نعم. احنا ما اريد ابتعد عن هذا الموضوع لكن اليوم قرأت على المراكز العفو على التواصل الاجتماعي بانه جهاز مكافحة الارهاب قام بحملة على كركوك وديالة والانبار ونينوى تمام. نعم. على الخلايا الناعمة للداعش تمام لا مشكلة اذا اكو خلايا ناعمة على داعش وحتى اكو صور انه تقريبا يمكن عائله 4 اشخاص كتفيهم شادين عيونهم حاطين قدامهم 4 مخازن هذول خليه نائمه يعني هاي اخوي العزيز خصم الكلام هاي بدايه حرب على السنه. لا حد يقول لي مو بدايه حرب لا بدايه حرب للتشيع وبتعاون مع ذيول السنه ما نقول السنه ذيول العار وهم من السياسيين ومن رجال الدين اللي موجودين اللي ما محسوبين على السنة رجال مو الكل أنا ما أقصد الكل أنا أقصد اللي ذيول حشاكم هؤلاء بداية لتغيير السنة من يعني تغيير ديموغرافي نعم بالضبط هو موجود وإنما طائفي ومذهبي يعني بكل شلون تحكي يصير نعم. تمام فإحنا ما إنه موضوع بيانات ما تكفي. أنا سمعت ببيان الشيخ رافع نعم. لكن أنا من هذا المكان ومن خلال قناتكم أوجه ندائي للشيخ رافع وأني من الداعمين إلى دائم بهواية أمور. الشيخ رافع هو إلى شعبية كاملة شعبية قوية بالعراق يعني نعم. خاصة من أهل السنة يعني أوصل له رسالة من خلالكم أنه البيانات لا تكفي يا شيخ رافع لازم تكتفون بمؤتمرات ومطالبة طيب. جمهور السنة طيب. بالخروج مو مظاهرات لا مو مظاهرة مظاهرات ملينا من عندها وتعبنا وما حد ما حد يتقبلها ولا حد يقف بهذا الأمر ردع أخي العزيز بعد الأمر وصل حده زين كلها الأمور متوجهة ضد السنة كل السنة 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 يا أخي العزيز يا أخي أنت منفذ عرعر هو داخل محافظة الأنبار أنت خليك وياي حضور محافظ الأنبار تمام قائد الشرطة قائد عمليات وزير الداخلية تمام ممثلين الحكومة تمام زين شنو حضور محافظ كربلاء شنو هو هذا لازم يحضر لأنه الأمر مفروض عليهم وتحداهم السياسيين الأنبار الموجودين حاليا كمحافظة الأنبار طيب. أو سن البغداد تمام طيب. تمام
انا اعتذر منك ابو احمد، بس راح يدركني الوقت وعندي اتصال وعندي واتسابات لازم اخذها. شكرا جزيلا لك ابو احمد شاكر من بغداد، واتمنى تستعجل لي يا اخوي شاكر واعتذر منك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه اخوي. والله مشتاقين لصوتك من زمان ما سمعنا استاذ ابراهيم. حياك الله اخوي العزيز. استاذ ابراهيم ما اقدر اطول عليك كان لكن في اقل من دقيقه، لكن اقول لك يا استاذ احمد هم جماعه الجوان اللي وصف السني هم من سعد كمبش ذاك القبله القبله هم سووا للجوان اللي وصف السني. شوف مساجدنا مسروقه، مساجدنا مسلوبه، الجوامع تبدلت، الجوامع تدمرت، وهسه قاموا يدورون يدمرون دمروا بالجديد دمار. نعم. وش حصل ان استاذ ابر من اهل السنه السياسيين خاصه من الكربولي للحلبوسي الغير 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 الى اخر واحد من عندهم اللي حصل ما شفنا عندهم، دمروا اهل السنه بداعش، دمروا اهل السنه بتدمير الجوامع والمساجد، وحاليا هسه يدمرون ديوان الوقف السني. واصلا هو كان في زمن 2003 2000 وقبل 2003 زمن صدام حسين كانت هي وزاره وديوان واحد لام كافه المكونات العراقيه. نعم. ليش اسمعنا هذول المجرمين؟ طبعا انا اؤيد كلام الاخ ابو مقتدى من يقول احنا شعب جبان، طبعا والله انا ايده واقول كلامه ذهب، لان احنا لو شعب صح قوي وشعب عندنا غيره على 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 وطننا وعلى جوامعنا وعلى مقدساتنا كان قمنا قومه واحده. نعم نعم. فسالت حشاك اهل المجتمع. نعم. من السياسيين السنه والشيعه، وانا اشكرك جزيلا. شكرا جزيلا لك اخ شاكر. اتحول لرسائل واتساب قبل ما يدركني الوقت من ولايه فرجينيا متابعكم، السلام عليكم، تحيه لك هذا البرنامج والمشاهدين الافاضل. إن القائمين على أموال الشعب في العراق حاليا يمكن تشبيههم بشيخ الغفر في صعيد مصر، هؤلاء مجرد مأمورين بجمع الواردات لتوصيلها إلى أسيادهم، ويا ريت لو أسيادهم عراقيين. السلام عليكم، هؤلاء حاروثة ما خلوا وما راح يخلون شيء بالعراق ينامون على سرقة وجرائم ويقعدون ثاني يوم يدورون غيرها. وطلع حكي أمريكا صدق، رفهوا عملائهم وعملاء إيران وميليشيات إيران خوش ترفيه، منو جلد الشعب ومنو جلد موارد العراق، ويعبون بطونهم وعيونهم وما تشبع، وأرصدتهم بالبنوك تزيد ما تنقص لأنهم شراكة بأموال العراق مع المحتلين. مساء الخير قناة الرافدين العظيمة. أستاذ أفل اللي يجوي على دبابات أمريكية ما يهمهم، يسرقون العراق السباقي، يسرقون بيوت الله، الله ياخذ حق كل عراقي. وشكرا فاتن من ألمانيا. آخر رسالة، الاتفاقية التي عقدها الكاظمي مع بعض الدول العربية ليس كما يظن أهل العراق أنها رغما عن الموالين لإيران وأنه عربي الهوى، في الحقيقة أنها بالتوافق معهم فهم الذين نصبوه، وهو واحد منهم وهو إيران الأصل، وهذا مخطط لتوريط العراق وليس تقربا وحبا في العرب، ولكن حتى لا يجد الشعب العراقي العون والمساعدة من العرب إذا ثار وحبا في العرب، ولكن على هذه الحكومة. فالرابح من هذه الاتفاقيات هو الجانب العربي، والخاسر الأكبر هو العراق شعبا وأرضا حاضرا ومستقبلا. إخواني سيتم بيع وطن اسمه العراق والشعب غير مدرك لهذا الأمر. مشاهدينا الكرام، السؤال اللي ينطرح، قسموا الشعب العراقي بطائفيتهم بال2006 وانبادت ثورة تشرين، وهسه يقسمون بيوت رب العالمين والأوقاف العراقية بالعراق، شبقة راح يقسمون الحكومة العراقية؟ هذا اللي راح نشوفه من عندهم بالأيام الجاية. لكن الكلمة الأخيرة إلكم مو إلهم، أنتوا تقدرون تردون كل شيء وتشوفوا شعوب العالم هي اللي كتبت الكلمة الأخيرة في تاريخ كل شعب. شكرا جزيلا لكم لمتابعتنا برنامج صوتكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، في أمان الله.